هذه الرحلة هي طبعا أنشئت في سنة 2014 بتوجيهات سمو الشيخ حمدان محمد لحياة التراث لحفظ جانب مهم، رمز نعتبره من رموز التراث اللي هو الجمل، ويختص بطريقة المواصلات أو العبور. واعتقد أن كل العالم كانت أول شيء تتنقل بالدواب. قدرنا ناخذ 18 جنسية مع الإمارات، 19 جنسية، عشنا على صحن واحد، عشنا في خيمة واحدة، قطعنا مسافات شاسعة بعيد عن الأهل، بعيد عن الحضارة، بعيد عن التطور. نصبح الصبح نبطل عيوننا تطلع الشمس نحن على ظهر جمل، تسلم الشمس نحن ننزل من على الجمل. فكانت رحلة جميلة أثبتنا من خلالها أن لا يمكن حد أو ثقافة تخرب على ثقافة. حكومتنا أثبتتها ونحن بنثبتها، وأجيال إن شاء الله ثانية بتثبتها. هاي الإمارات، هاي البلاد، هاي أرض الوئام، أرض السلام، أرض الحب. متنومسنا الحمد لله، وصلنا وجهتنا الأخيرة الأكسبو 2020، رحلة الهجن 2021. هذه السنة خصيصا سووها من أصعب الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني من ربع الخالي النحل اللي شفنا، الكثبان الرملية اللي شفناها على حوالي تقريبا 250 متر 280 متر على ارتفاع. أنت تخيلي نحن هناك فوق ونمشي بالهجن ماليلنا، نمشي فيهم وننزل هالعراقيب كلهم. فكان شعور الرحلة صعبة، بس في نفس الوقت هو يعني خبرة نحن اكتسبناها، وتجربة ما لها مثيل. الصعوبات هم أول ثلاثة أيام أربعة أيام، لأن حتى الهجن ماليلنا يكونون طاقتهم عالية جدا، فيوم نحن نبغى نتحكم فيهم وايد صعب. It was quite challenging under certain aspects, but like a great adventure, and we built lots of relationships, and yeah, it was fantastic to be with all the team, and we saw amazing places, and riding here, especially this year with the expo, is yeah, again a big honor. So I'm really glad I made it. Working with the Emiratis that both, you know, work for the Hamdan Heritage Centre support team, who were absolutely brilliant, and also the four Emiratis that were partaking in the trek, who had to go through exactly the same testing that we did in order to qualify to come. So it's just been a fantastic experience. They immerse you in the Bedouin culture with where the camps are set up, the food, obviously the dress. It's fantastic. I mean, you couldn't replicate this anywhere, I don't think. And my nose is orange because the trainer was putting some of the cooling cream on the heads of the camels, and he put some on my nose, and I didn't know that my nose was orange. For me, the most important thing that I learned about through this trip is about the local culture. And interacting with people who's local here, and learning about how things worked out in the old days, exploring the desert in the Bedouin camp and all. And yeah, it was a very beautiful experience, and I'll never forget about it. كانت شاقة جدا، كانت وايد صعبة أول أربعة أيام، خمسة أيام كانت يعني صعبة صراحة، بس عقب الحمد لله يعني كانت سهلة. فبغيت أعيش حياة الأوليين، حياة الأجداد الأوليين يوم كانوا يركبون الركاب. فبغيت أعرف المصاعب، يعني شو الصعوبات اللي واجهتهم. بس صراحة يعني حياة صعبة جدا، يعني ما أقدر أتخيل صراحة، لأن في الصحراء القاحلة يعني ما في ماي. It's a privilege to make it, but we're all blessed to be here. It's about enriching and involving and understanding more of what the UAE is all about. The trip to the beginning to the end, it is a challenge, very demanding, very beautiful, very tough, very lovable. So you have all the extremes, extreme love, extreme endurance. But overall, this is an amazing, amazing experience. And if it wasn't for Bu Hamdan, I mean, we wouldn't be here today. It's a gathering of nations, and our trip has been about a gathering of nations, what the UAE is all about. صعبة
صعبة وتخلي الواحد يعني في فترة يحس يبغى يشك في نفسه مو بقادر يكمل، بس روح الفريق يعني هو اللي خلانا نحس بكل خطوة إنه لا ممكن ممكن نكمل، يلا نكمل. يعني مع اختلاف شخصياتنا اختلاف خلفياتنا حسينا كلنا على قلب واحد، قاربنا في ال 12 يوم صرنا يعني فريق روح واحد أسرة واحدة. رحلة خيالية جدا، يعني ممكن ما أقدر بالكلمات أوصف لكم يعني الأشياء اللي شفناها، المواقف اللي مرينا فيها، قطعنا فيها صحراء الربع الخالي، يعني صحراء مو بأي شخص ممكن يقطعها يعني، وأماكن مو بأي سيارة ممكن توصلين فيها يعني، بس الجمل هو الحيوان الوحيد اللي ممكن يوديك في هالأماكن الوعرة والكثبان الرملية العملاقة يعني اللي في حياتي أنا ما شفت مثلها يعني، بس الحمد لله قدرنا نجتازها بروح الفريق الواحد، يعني كل واحد كان يهون على الثاني. رحلة جدا جميلة اليوم، يعني مشاعري بين الفرح والحزن، الحزن خلاص يعني خلصت رحلتنا الحلوة، والفرح ان وصلنا دبي وبنشوف اهلنا وبنشوف اصدقائنا الحمد لله. لحظات الحلوة لما كنا نوصل المخيم، هاي كانت أجمل لحظة، إنه كان ينتهي يومنا ونرتاح نقعد نتعشى كلنا نجلس حول الضوء أو نتكلم ونسولف، هاي كانت لحظات جميلة جدا يعني تجمعنا مع الفريق كلها. يعني شغلتين الحلوات في 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 المشروع هذا بشكل عام. الشغله الاولى ان الاجانب اهتموا فيها بشكل كبير لان التجربه مختلفه بالنسبه لهم، والشغله الثانيه اللي طرت على بالي بان الرحله اللي قضوها هذه كانت طريقه أهلنا في التنقل من مكان الى مكان. نعم، فبدال مشاويرنا اللي الحين نقضيها في ساعه ساعه ونص كانوا يقضونها في ايام. نعم رحله انا ما كانت شهور طبعا فعلا انا